أهلا بكم من جديد متابعينا في كل مكان ولكل الذين انضموا لمتابعة هذا البث الحي والمباشر من صباحات سودان لحلقة اليوم الخميس الثاني من فبراير. وصلنا معكم لفقرة كذا رأي والحديث فيها حول مهارة الذكاء الاجتماعي ودورها في تنمية وتطوير المورد البشري. أسعد جدا بترحيب بضيفي الأستاذ جرجس روحي. مرحب بك، وأنت مدرب للتنمية البشرية وحتفيدنا بالتأكيد في هذا. مرحب بك أستاذ عمار، وصباح الخير عليك وصباح الخير على كل المشاهدين بتوعنا. ذنا صباح الخير عليك. الله يخليك. بداية مفهوم الذكاء الاجتماعي، يعني شنو تقصد بالذكاء الاجتماعي؟ أنت بردان ولا حاجة؟ أنا ما بردان. نبدأها بقصة سريعة كده. طيب، في طالبين، واحد شاطر جدا ومتفوق في الدراسة وثقافة عالية جدا، وفي واحد تاني عنده علاقات يعني مع الناس اللي في الجامعة. فقالوا دراسة معينة، قالوا يشوفوها بعد كم سنة ممكن يحصل شنو. كان المتوقع إنه مثلا الشخص المتفوق في الدراسة يكون مدير بتاع الشركات، يكون شخص unbelievable في الوقت ذاك. بس اتضح إنه الشخص اللي هو كان بيتمتع بعلاقات ممتازة مع الناس، بقت عنده شركات وبقت عنده مصانع وبقت عنده علاقات عالية جدا في الدول، لكن الشخص اللي هو كان مثقف بقى شغال مع موظف. الفكرة بتجي وين؟ الفكرة بتجي عن طريق العلاقات. يعني شنو الذكاء الاجتماعي أصلا؟ الذكاء الاجتماعي بالمناسبة مصطلح طلعوا كاتب زمان في سنة 1983 اسمه غاردنر. غاردنر ده واحد من يعني اكتشف 7 ذكاءات منها الذكاء الاجتماعي، فالناس استساغت لحاجة اسمها الذكاء الاجتماعي. اتضح انه الذكاء الاجتماعي واحد من اهم المهارات الممكن البني آدم يتخذها على في حياته، بتسهل له كمية من الحاجات. عندها أساليب معينة، في أسئلة معينة ممكن تطرح الآن ممكن تقيس هل الشخص بيتمتع بالذكاء ده ولا لا. واحدة من الأسئلة ممكن نقول هل أنت بتتقبل رأي الغير؟ هل أنت لما بتتكلم الناس بتنصت لك، مش بتستمع، لا بتنصت لك؟ هل أنت شخص تقدر تغير من نفسك على حسب كلام الناس؟ ففي برامج عقلية كثيرة جدا ممكن تكون بتتحكم في حاجة اسمها الذكاء الاجتماعي. واحدة من البرامج، هل أنت مثلا مرجعية داخلية والمرجعية خارجية؟ المرجعية الداخلية ده شنو؟ ده شخص ما بيهتم لكلام الناس، بيشتغل دائما على هواه، يعني بنقول عليه الممنوع عنده مرغوب، يعني اي حاجه ممنوعه عند الناس بالنسبه له مرغوب. اما بالنسبه للشخص المرجعي الخارجي، ده شخص بيهتم لكلام الناس، اراء الناس، بيهتم دائما يتطور من نفسه. اي واحد في العقليتين ديل عنده ايجابيات وعنده سلبيات. فالذكاء الاجتماعي مهاره ممكن تساعد كثير جدا الاشخاص، وممكن تعمل نقله لحياه شخص. يعني شخص من لا شيء ممكن يبقى شيء عالي جدا عن طريق انه بيعمل عاطفه عند الناس. عشان الناس تتقبلك ما محتاجة منك ثقافة، ما محتاجة منك انك تكون شخص مثقف، ما محتاجة منك شخص انك تكون اكاديمي ممتاز، لكن عشان تصل للناس لازم تصل لقلوبهم، عشان تصل لعقولهم. فانت مفروض انك تخاطب العاطفة دائما ابدا، تشتغل على نطاق العاطفة، تشتغل على كيف تشتغل على نطاق العاطفة؟ تمام، دائما ابدا الانسان بطبيعته يعني بيتعامل بالعواطف والحاسيس اكثر مما بيتعامل بالعقل. وعشان الشخص اللي قدامك يتقبلك ما محتاج انه يفهم الكلام اللي انت بتقوله، على قدر ما محتاج منك انه يحسه او يعرف انه انت بتقول في شنو. فالحاجه دي مهمه جدا، انه نحن نخاطب قلوب الناس عشان نصل لعقولهم. لو ما وصلنا للقلوب ما حنصل للعقول، ودي ببساطه الذكاء الاجتماعي. تمام، طيب في حديث برضو حول مميزات وخصائص من يتعامل بمفهوم الذكاء الاجتماعي، وبيكون عنده مميزات معينة ربما تنفع وربما تضره. ممتاز. الذكاء الاجتماعي واحدة من المميزات اللي فيه، بتلاقي انه الشخص اللي بيتمتع بالذكاء ده شخص محبوب بين الوسط بتاعه، بتلاقيه دائما بيتمتع بالقيادة بين الناس، بتلاقيه دائما حديثه مستساغ عند الناس، بتلاقي وقت ما هو يجي يتكلم الناس دي كلها بتقعد تنصت له، بتلاقي علاقاته مع الناس قوية جدا، شخص محبوب، شخص عنده كاريزما في نفسه، ممكن يدخل لأي يبني علاقات قوية جدا بين الناس. فالشخص اللي بيتمتع بالذكاء الاجتماعي من الآخر يقدر يعمل أي شيء. ليه؟ لأنه شخص عنده مهارة وصول لقلوب الآخرين، اللي بيعرفهم وما بيعرفهم. فشخص إذا كان عنده مهارة الوصول لقلوب الآخرين ممكن تاني يعمل أي حاجة. طيب كيف ممكن الشخص ده يسهم في تنمية وتطوير المورد البشري؟ تمام، نفسه ممتاز. طالما هو قادر أنه يعمل أشياء كثيرة جدا، كيف ممكن يسهم لنا في الحاجة دي؟ تمام، الفكرة في أنه كيف نحن نطبع الموضوع على الناس، كيف نعمل الموضوع ده أو كيف نوصل المفهوم للناس. يعني شنو التنمية البشرية؟ يعني مفهوم بقى يعني سائد جدا في الوسط بتاعنا، لكن الناس ما فهم يعني شنو التنمية البشرية. التنمية البشرية ببساطة تنمية أو زيادة مهارات البني آدم، زيادة المهارات العقلية عند الإنسان. فالمهارات العقلية ده ما معناه إنه
مختص مثلا في المجال الوظيفة او مختص مثلا في المجال اي مجال، لكن مختص عموما بانه انت كيف تنمي البني ادم بصورة عالية جدا عشان ممكن يطلع اعلى ما فيه. التنمية البشرية او المورد البشري هو واحد من اهم الموارد ممكن تكون على العالم. يعني اي بلد بالمناسبة ممكن تكون متمتعة بموارد كثيرة جدا، زراعية طبيعية او اي مورد ممكن يخطر في بالك، لكن اذا ما كان في بني ادم يقدر احرك الموارد دي تلقائيا ما حيقدر يستفيد منها. فالمصطلح بتاع التنمية البشرية بقول لك انه انت تنمي البني ادم عشان من خلاله تقدر تشتغل على الموارد. والان في العالم او الكرة الارضية في دول ما عندها ولا مورد طبيعي واحد، لكن عندها اشخاص قدروا ينموا في نفسهم فليلا بيتحكموا في اقتصاد العالم. طيب برضو في ناس يعني بيقولوا لك والله انه في اخطاء ممكن تقع فيها وتقع فيها دون منك تكون فاهم يعني شنو مفهوم ذكاء اجتماعي، في اخطاء أيوة كثيره ممكن تقع فيها. ايوه بالضبط كده. واحده من الاخطاء اللي ممكن نقع فيها اللي هو شخصنة الأمور، وإنه أنت ممكن تدخل في نطاق شخصي عند الأشخاص. في أي شخص بيكون عنده منطقة شخصية، المنطقة الشخصية دي ما في شخص يستحمل إنه أنت تجيه فيها أو أنت تشرك الناس في منطقتك الشخصية. ما بنعرف نطلب حقوقنا كيف، دي برضو بالمناسبة مشكلة كبيرة جدا. ما بنعرف نطلب الحقوق بتاعتنا، بنحاول نتبرع بمعلومات لأشخاص من المفترض إنه ما يسمعوا الكلام اللي احنا دارين نقوله. يعني مثلا موظف دار يمشي يطلب إجازة مثلا لظرف شخصي، ما في داعي مثلا يطلب الموظف عشان يحكي القصة كلها. ما بنعرف نطلب الحقوق بتاعتنا بصورة ممتازة، ودي واحدة من الغلطات الرهيبة جدا جدا في الذكاء الاجتماعي. أغلاط زي شنو مثلا؟ زي ذكرناها إنه أنت ما بتعرف غير دي تاني. تمام. الذكاء الاجتماعي واحدة من الحاجات اللي فيه إنه ما بتعرف تقيم الزمن الممكن تصل فيه للأشخاص الآخرين. يعني شنو؟ في أشخاص معينين بيتمتعوا بكاريزما فكاهية مثلاً، لكن ما يقدر يقيم الزمن اللي هو ممكن يستعمل فيه الفكاهة بتاعته للناس. ممكن تضر جداً جداً. فنحن بنقول إنه لكل حديث زمن ولكل زمن حديث، فالمفروض الناس تفكر في الموضوع ده. طيب دار مش معاك لنقطة تانية اللي هي ليه علينا إنه نهتم بمفهوم الذكاء الاجتماعي؟ السبب شنو في كده يعني؟ تمام. مبدئياً أن إحنا كل يوم بنتكلم ما يعادل 75% من معدل اليوم اللي إحنا قاعدين نتكلم. بنتكلم يا بنفرض رأي أو بنستقبل آراء أو بناخد أفكار أو بنقدم أفكار بنناقش، فده على مدار اليوم 75%. فإذا كان نحن يومنا بيتقضى بـ 75% فلازم ولابد أن احنا يكون عندنا الأسلوب بتاع إنه كيف نتناقش. أي شخص في الدنيا بيعرف يتكلم، لكن ما أي شخص بيتمتع باللباغة بتاعت الكلام. يعني مثلا أجي أتكلم معك أبدأ لك كلامي بقى مثلا أنت ما عارف، أنت ما فاهم كيف إنه أنت تبدأ كلام مع شخص دار تتكلم معاه أو داير تخليه يستساغ لك أو داير تخليه يستميل لك للكلام تبدأه، بس مثلا أنت ما عارف أصلا، أنت ما فاهمني، كيف أنا ما فاهمك طبعا وأنت بتتكلم معي. فاللباغة في الكلام كلنا بنعرف نتكلم، لكن ما كلنا عندنا اللباغة في الكلام. الأشخاص اللي عندهم لباغة في الكلام ما عندهم اسلوب بتاع حوار. ليه الفرق؟ ليه يعني عنده ذكاء اجتماعي وزي ما شايفين يقدر يشتغل به في حاجات كثير جدا، ليه ما عنده اسلوب في الحوار؟ شوف سر الاختلاف، فنحن نتكلم عشان نعرف ما في اسلوب في الحوار، ممكن نتكلم في سر الاختلاف. الاختلاف بين البشر جاي من شنو؟ عشان نعرف الناس ما بتقدر تتحاور مع البعض. ان احنا كلنا كده في الحياه عايشين في حاجه اسمها الحقيقه، اللي هو الحياه دي كلها حقيقه، الحقيقه الوحيده. الحقيقه دي كلها ان احنا قاعدين ندركها بواحده من الحواس الخمسه. يعني مثلا انا اللي لقيت قناه تيست 24 فلقيت الجو رائع والاستوديو ممتاز، فطوالي اخذت انطباع ممتاز عن الغناء. في شخص تاني حقيقي ممكن يلاقي اليوم مثلا الناس متنشنه شويه وفي جوطه في الغناء، حياخد انطباع، لكن ده ما معناه انه الغناء سيئه. الانطباع ده نحن بنقول عليه المعنى، معنى لمكان معين. المعنى ده بيجي في الدماغ بتاعت البني ادم بتلتصق عن طريق حاجه اسمها الخرائط الذهنيه. فعشان كده عندنا قانون او عندنا فرضيه مهمه جدا بتقول لك الخريطه ليست هي الواقع. يعني شنو الخريطه ليست هي الواقع؟ الحاجه الموجوده في دماغك ما هي الواقع الحقيقي، ودي حاجة مهمة جدا جدا. الخرائط اللي انت خدتها في دماغك ما هي الواقع الحقيقي. فعندنا بيننا وبين الأشخاص الآخرين انت عندك خريطة شخصية والأشخاص الآخرين عندهم خريطة شخصية، فما تقدر تفرض خريطتك على خريطته.
ده نحن بنقول على حاجة اسمها الإطار الفكري. الإطار الفكري أي شخص في حياته عنده إطار فكري، لكن الفكر كيف إنه أنت تقدر تقتحم الإطار الفكري للشخص ده؟ طيب كويس. أنا درست كنت سؤال برضو آخر فيما يخص الذكاء الاجتماعي والتواصل الفعال، هل في علاقة بيناتهم؟ جداً جداً. التواصل الفعال والذكاء الاجتماعي الاثنين ممكن نقول عليهم الإقناع والتأثير، يعني كلمتين دول مرتبطين في بعض. في ناس بتمشي وراء بعض عن طريق انهم يقتنعوا، ده نطلق عليهم لفظ بتاع تبعيه، انه انت مثلا تبع لشخص معين. لكن اذا كنت انت شخصيه مؤثره فده الذكاء الاجتماعي. قوه تاثيرك عن عند الناس، قوه تاثيرك في المجتمع اللي انت عايش فيه، قوه تاثيرك في اسلوبك للناس اللي بتتعامل معاهم، تلقائيا حتلاقيهم بيقتنعوا بافكارك، بيقتنعوا بارائك، بيقتنعوا بوجهه نظرك، بيقتنعوا بالاطار الفكري الموجود عندك في دماغك. تلقائيا حيفكر ان هو بيعمل الحاجه اللي بتريحه، لكن هو بيعمل الحاجه اللي انت بتفرضها عليه. ودي قوه التاثير في التواصل الفعال. طيب يعني في ناس كتار جدا يمكن يسالوا في الحته دي سؤال، يعني هل ممكن نكتسب مهارة الذكاء الاجتماعي ولا هي أشياء توهب لك بتقوم معاك يعني بتمشي معاك؟ يعني الذكاء الاجتماعي ما موهبة على قدر ما هي ممكن نقول عليها ذكاء مهارة. مهارة أو حاجة ممكن تكتسبها مع الزمن. الموضوع كله كيف نحن نغير المايند بتاعنا. في أشخاص ما بيتقبلوا رأي الغير لأنه بيعتبروه مثلا ضعف شخصية منهم. الموضوع في أنه أنت كيف تتغير للأحسن، كيف انه انت تتقبل راي الغير ليك. دي واحده من الذكاء يعني الاجتماعي عالي جدا. لا يمكن اكتساب هذه المهاره. لا تكتسب. تكتسب كيف؟ تكتسب عن طريق مهارات انه انت تتقبل راي الغير، تتقبل انتقادات الغير، تتقبل الغلط الموجود فيك عن طريق عيون الغير، عن طريق ارائهم. دي واحده من الحاجات اللي ممكن تخلي عندك قبول عند الناس، ودي حاجه مهمه جدا. طيب كيف نقدر نطول بالنا ونستعمل الحياه دي كلها؟ نطول بالنا عن طريق انه نتقبل الاخرين. عن طريق التطوير الشخصي. أي شخص في الحياة ما يقدر يعيش لوحده خالص، فلو ما كنت عايش من مجتمع تقبل آراء ويقبل آراءك، الناس ما هتقدر تعيش مع بعض. فلازم الناس تتقبل آراء بعض عشان الناس تقدر تتعايش مع بعض، عشان الناس تقدر تطور من بعض. طيب عشان نقدر نطور من بعض، هل ممكن نستخدم مهارات أخرى غير الذكاء الاجتماعي؟ أكيد. مثلاً عندنا الذكاء الاجتماعي، عندنا الذكاء العاطفي، واحدة من الذكاءات السبعة اللي كان ذكرها جاردن في كتابه. الذكاء العاطفي، الذكاء الثقافي، في كمية من الثقافات الواحد ممكن يكتسبها في حياته. لكن الفكرة في إنه كيف تقدر تطور من نفسك، ودي حاجة مهمة جدا. يعني نحن في التنمية البشرية، في أي كلام في التنمية البشرية بنعتمد على نقطة مهمة، وإنه أنت كيف تقدر تطور من نفسك عشان تقدر تعيش في الوسط اللي أنت قاعد فيه. تطويرك من نفسك معناها تطوير للمجتمع، معناها تطوير لعيلتك، معناها تطوير للبلد اللي أنت عايش فيها، معناها استعداد كامل في إنه نحن ممكن نقتحم العالم في فترة قريبة جدا جدا. نحن لنا متأخرين جدا من العالم. ليه؟ لأنه نحن الذكاء الاجتماعي من الآخر عندنا بالفطرة. يعني نحن كسودانيين الذكاء الاجتماعي ما محتاجين إنه نكتسبه، لأنه نحن في العالم عموما معروفين إنه نحن ناس اجتماعيين بالفطرة. لكن احنا محتاجين نكتسب مهارات جديده، مهارات توصلنا للعالم بصوره سريعه. عندنا فجوه كبيره جدا بيننا وبين الدول المتطوره، محتاجين نقتحمها بقوه، محتاجين الناس تتقبل الاراء عشان نقدر نقتحمه، عشان نقدر نصل باسرع ما يمكن. طيب عشان نقدر نسرع او نصل باسرع ما يمكن، هل الاسره دور في الحته دي في التنشئه بالنسبه للطفل؟ انا عاوز والله الطفل ده يكون ذكي جدا، اقدر انمي مهارته دي باشياء معينه؟ طبعا. الطفل او الطفل الموجود في البيت هو اكثر يعني استماله للمعلومه الجديده واكثر اقتناعا بها، والمعلومه اللي بتصل للاطفال في الزمن ده ممكن نقول عليها ممكن ما تتنسي. كيف نحن نقدر ندعم الطفل بتاعنا بانه ندعمه او نحيي فيه روح القياده؟ اراءه اللي بيتقبلها ممكن يعني ناخذها عن طريق الجديه العاليه جدا. الطفل الصغير بالمناسبة الناس فاكرة انه هو ما بيستقبل معلومات، لكن هو عنده عقلية بتنمو معه مع الزمن، بتتبرمج. يعني الموجود الآن في الشارع اللي بنشوفه في الشارع من أخلاق، من ثقافات، هي نتيجة لتربية سابقة، برمجة سابقة. البرمجة جات من وين؟ جات عن طريق الوالدين، الأب والأم. اتبرمج الطفل على انه يعيش على مستوى واحد، اتبرمج على انه مثلا يسمع الفاظ معينه، اتبرمج على انه يمشي المدرسه يلاقي بطش معين او يلاقي اسلوب بتاع تربيه معين. صحيح. يلاقي الاصحاب، يلاقي في اسلوب بتاع معامله بين الاصحاب. الدماغ بتاع البني ادم ما بيتعامل براه، الدماغ ما بيفكر. في مزج رهيب جدا بين انه هل انت بتستخدم دماغك ولا دماغك هو اللي بيستخدمك. دي حاجه مهمه جدا جدا.
الآن السؤال ده لو طرحناه للمشاهدين، هل أنت بتستخدم دماغك ولا دماغك اللي بيستخدمك؟ ما في شخص يقدر يجاوب، لأنه ما حيعرف النتيجة. يعني إذا قلنا مثلا أنا بستخدم دماغي، طيب النتيجة النهائية لما بتستخدم دماغك بتعمل شنو؟ طيب لما دماغي هو اللي بيستخدمني، ندخلك أنت الامتحان ده. طالما طرحت لنا السؤال ده جاوبين على وين أنت، يعني ممتاز. أنت بتستخدم دماغك ولا دماغك هو اللي بيستخدمك؟ ممتاز، دماغك هو اللي بيستخدمك ولا أنت بتستخدم دماغك؟ السؤال ده لك أنت. ممتاز، تعال ناخذها من الجهة الأولى. طيب إذا أنت بتستخدم دماغك أو دماغك هو اللي بيستخدمك، نبدأ من دماغك هو اللي بيستخدمك. الدماغ لما نيجي يستخدم البني آدم ما بيجيب أوامر ما موجودة فيه. يعني دماغك أنت كبني آدم مهما تفكر، الحاجات اللي بيفكر فيها الدماغ هي أوريدي معلومات موجودة فيه ومخزنة من ما ولدوك لغاية يوم الليلة. طيب. فمهما يديك هو حيديك أشكال مختلفة في 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 الطريقة بتاعت التعامل مع الموضوع. يعني مثلا داير امشي مثلا من هنا لأمدرمان، هو حيقوم يخترع لك طرق جديدة لكن النهاية بتكون واحدة اللي هي أم درمان. لكن لحظة إنه أنت بتستخدم دماغك، ودي المهمة، ده السر في إنه كيف الشخص يبدأ في حياته. تستخدم دماغك بإنه أنت حتراغب أفكارك، بإنه دماغك دي كيف قاعدة تفكر، طريقة التفكير بتاع دماغك كيف. حتبتدي كل ما تفكر في شيء دماغك يفكر في شيء، احتمال كبير إنك تعدل طريقة التفكير. عدلت طريقة التفكير في اللحظة دي بنقول لك حيفتح لك مجال، حيفتح لك نطاق واسع من التفكير، بأنه أنت حتفكر في إبداع أكتر. ممكن تناقض دماغك في النتيجة النهاية اللي بيديك لها، فحتبتدي تعمل إبداع أكتر في النتيجة. ما يحصل تطش وصلة. ما في تطش بيحصل على حسب ما في أشخاص بيفكروا بطريقة إبداعية وفي أشخاص بيفكروا بطريقة عادية. الأشخاص اللي بيفكروا بطريقة عادية لحظة الدماغ بتوحي لهم بأنه هو مجتهد جدا في لحظة التفكير. يعني الدماغ دائما أبدا بتوحي للشخص، أو الشخص بيوحي لنفسه بأنه لحظة التفكير هو بيجتهد، لكن الشخص أو الإنسان عموما ما بيفكر إلا في الحاجة اللي بيعرفها. يعني حاجة بتعرفها فأنت بتفكر فيها، حاجة ما بتعرفها بتفكر فيها، لكن لحظة أنه أنت حاجة بتعرفها بتوحي لنفسك أنه أنت تعبان جدا في أنه أنت شغال في البروسيس ده، لكن أنت حاجة أوريدي عارفها. لكن الآن لو في حاجة أنت ما عارفها، تلقائيا النفس ما بتديك الأمر بأنك أنت تتعب لها أو تفتش على إلا تصلك هي. صح. طيب انا درس كنت يعني في الحته دي بتاعت انه هل انت بتستخدم دماغك ولا دماغك اللي بيستخدمك. تمام. 200 انا اميز في الحته دي، او ادخل نفسي في المعادله دي عشان ما اقدر اجيب على السؤال ده. تمام. 200 ده دخل نفسك في المعادله دي، تعمل مراقبه لافكارك. هل النتيجه النهائيه اللي قاعد تصلها لكل مره في كل مره هي نفس النتيجه؟ دي حاجه مهمه. في اشخاص بيخترقوا طرق جديده لكن بيصلوا في النهايه وبيكتشفوا نفسهم انه هم في نفس النتيجه. انا بشبهها دائما في ابدا في المحاضرات بلفظ شويه ممكن يكون صعب لكن انا حاذكره برضو. في فار اسمه فار التجارب. الفار ده بخدوه كده في دائره، فهو فكر نفسه جاري. يعني الفار في اللحظه دي هو فكر بانه هو جاري وجاري وجاري، لكن في الحقيقه هو واقف مكانه بيفتكر انه هو عنده حاجه جديده، لكن برضو هو موجود مكانه. دي نفس الشيء البني آدم بيفتكر إنه هو جاري، لكن في النهاية بيكتشف حقيقة مرة إنه هو لسه موجود في نفس النقطة. ليه؟ لأنه بيوحي لنفسه، والعقل بيوحي له بأشكال مختلفة جدا من الطرق بإنه أوكي أنت ماشي، لكن في النهاية أنت بتكتشف إنه لا، عقلك بيديك حاجات أوريدي موجودة فيه، ما في حاجة جديدة حصلت له إلا إذا أنت اكتسبت معارف جديدة وابتديت تراغب تفكيرك، ابتديت تنمي له. ونحن بنقول حتكتشف عالم واسع من الخيال. بيقولوا برضو في التنمية البشرية إنه لابد تجيب ورقة وقلم تقعد تراغب أفكارك. 1 2 3 4 5 6 التنمية البشرية أبسط من كده بكثير. التنمية البشرية لما نقول لك جيب ورقة وقلم وأكتب، دي ممكن نقول عليها بدائيات التنمية البشرية. إحنا نتكلم عن زول عايز يبدأ. لما تجيب الورقة والقلم مش معناه إنه أنت داير تراغب أفكارك، لا، جيبتك للورقة والقلم وإنه أنت حتبتدي تكتب، دي بنقول عليها أقل مجهود ممكن تبذله تجاه الأهداف والأحلام اللي أنت بتكتبها في الورقة. صحيح. ده أقل مجهود. إذا ما كان عندك مجهود بإنك أنت تمشي تفتش قلم تفتش ورقة وتبتدي تكتب، كيف حيكون عندك مجهود بإنك أنت تواصل أو تحقق الأهداف دي مدة 3 سنين 4 سنين، خطة 5 سنين، خطة 10 سنين، إذا ما كان عندك المجهود البسيط إنه أنت تبدأ به. صحيح. فدي الله دي مشكلة كبيرة جدا جدا. فعشان كده بقول لك جيب الورقة والقلم، لكن أهم من الورقة والقلم إيمانك بنفسك. هل أنت فعليا عندك القدرة بإنك أنت تمشي؟ صح. هل فعليا عندك الاستعداد بإنك أنت تتحرك؟ هل في عربية في الحياة بتتحرك من غير بنزين؟ إذا ما كان عندك الإرادة الكاملة إنك أنت تتحرك، أكيد فور شور ما حتتحرك. صح. ما حتتغير. الإرادة بتاعت البني آدم هو. صح. بنزين العربية.
فلازم تعرف. هل انت ممكن تركب عربيه من غير ما تعرف انت ماشي وين؟ اكيد ما ممكن. البني ادم يومي على الله مفروض هو ويطلع يكون عارف يومه هيحصل فيه شنو. عشان كده بتلاقي الناس بيخشوا من يوم ورا يوم ويوم ورا يوم، وحتلاقي انه دخل في روتين ممل جدا، وحتلاقي انه الملل دخل عليه، وحتلاقي انه الياس دخل عليه، وممكن بعد كده ينتحر لانه ما في حاجه يعملها، ما في جديد في الحياه، ما في جديد لانه اصلا ما في تفكير جديد، التفكير بقى متكرر، فبالتالي النتيجه النهائيه متكرره. طيب كويس، احنا ده نصل برضه لنقطه ختاميه اللي هي تطوير المورد البشري، تكلمنا من خلاله عبر مهاره الذكاء الاجتماعي، لكن تذكرت لنا يعني المعادله الصعبه ما بين هل انت بتستخدم دماغك ولا دماغك هو اللي بيستخدمك. عاوزين نصائح اخيره في تطوير المورد البشري. تمام. التطوير بيحصل عن طريق ثلاث حاجات او اربع حاجات. الحاجة الأولى في دقيقة وصول المعلومة، بأنك أنت توصل المعلومة للأشخاص. الحاجة الثانية الاقتناع بالمعلومة، تخلي الأشخاص اللي وصلوا لهم المعلومة يقتنعوا بالمعلومة اللي وصلتهم، يستميلوا لها، يتعاطفوا معها، تلقائياً حيبتدوا يطبقوها، وكده حيحصل التطوير. الشير 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 المعلومات، كل ما تتنقل كل ما الناس تستميل لها أكثر، كل ما التطوير كان أسرع، كل ما التطوير كان أحسن. فالشخص منقول إنه المعلومة يا ريت ما تصل عند الناس، تشيرها، عشان كل ما تشيرها المعلومة للناس بيتكم، لأصحابك في المدرسة، للمدرس بتاعك في المدرسة، حيقدم حيوصل لأكبر عدد من الناس، ونحن حنتغير بسرعة، وده المهم. تمام. جرجس روحي مدرب تنمية بشرية، شكرا لك جدا صراحة كنت معنا في الصباح، وانت جيتنا بحماس المحاضرات للتنمية البشرية وما يخص الذكاء الاجتماعي وتنمية المورد البشري، شكرا لك جدا مرة، نشوفك مرة تانية عشان ما نستفيد منك أكثر. شكرا لك. تسلم. شكرا لك. شكرا لك. الكرام، ما زلنا متواصلين معكم، أو انتهت هذه الحلقة من صباحات السودانية بعديد من الفقرات وعديد من الموضوعات، يمكن آخر فقرة كانت فقرة كذا رأي، والحديث فيها حول مهارة الذكاء الاجتماعي ودورها في تنمية وتطوير المورد البشري. أيضا حديث في فقرة لمن يهمه الأمر كان حول محور المية وخدمة المجتمع لتحقيق تنمية المجتمع ثقافيا، نشرة التكنولوجيا، نشرة الأخبار الخاصة جدا، أيضا كذلك فقرة ملامح مهنة. غدا الجمعة بالتأكيد بانوراما السودانية للأسبوع من صباحات سودانية على من الموضوعات. ختاما نترككم مع محمد علي في فقرة الإبداع في الاستوديو الخارجي والحديقة الخارجية لقناة سودانية 24. نلتقيكم في يوم السبت في حلقة جديدة على الهواء مباشرة، حتى ذلكم الموعد لا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم.